تعالوا بقى في الجزء ده نتكلم على ازاي ان احنا نستخدم الماسك في عملية الاحلال، او ان احنا يعني نشيل حاجة ونحط حاجة. على سبيل المثال، لو انا خدت مثال لصورة زي دي وعايز ان انا اشيل السماء طبعا بشكلها اللي احنا شايفينه ده، ونحط مكانها السماء اللي موجودة معانا في الصورة دي. طيب الاول انا اللي انا عايز اعمله ان انا اشيل السماء اللي موجودة هنا. انك تشيل حاجة ليها طريقة واثنين وثلاثة واربعة، لكن بما اننا بنتكلم على الماسكات في المحاضرة دي، يبقى انا هستخدم الماسك علشان اشيل السماء. اقرب الصورة واروح للبين تول، وما في يعني يعني ايه، مش مشكلة انه يكون الماسك بتاعك تايت قوي او يكون دقيق قوي، لا عادي خالص، يعني انت يا دوب بس حاول انك انت تبقى قريب من الحواف بتاعة الجبل. كده كده هنستخدم، اطلع بقى بره الشاشة عشان لما نعمل فيذر ما تبص. نضغط طبعا MM، وبدل ما هي اد نخليها سبتراكت عشان نبقى شلنا السما. طبعا واحد يقول لي طب ودي، اقول لك مش مشكله. نيجي بعد كده للفيذرنج، نعمل فيذر تمام بالشكل ده كده، مجرد بس انها تبقى بالتنعيم ده. بعد كده اهو ناخد بقى الصوره الثانيه ونحطها تحت الصوره دي، و نشوف بقى احنا عايزين ناخد ديتيلز شكلها عامل ازاي. وخلي بالك من حاجة، يعني حاول انك انت تستغل بقى ايه، انت عندك هنا عيب. طيب استغله بقى ازاي؟ يعني احنا امشي بقى بدي كده لغاية مثلا ما نلاقي ان احنا ممكن تبقى دي تمام عاملة ماتشنج مع تمام عاملة ماتشنج مع الصورة بشكل ظريف وكويس. ممكن نزود كمان لغاية ما نجيب حاجة أدق بالشكل ده كده. حاجة بسيطة خالص تمت عن طريق الماسكس أو عن طريق الماسكات القناع، يعني إن أنا أشيل جزء وأحط حاجة مكانه. طب ده بالنسبة لإن إحنا نشيل حاجة ونحط حاجة. طيب حتة ان انا ارسم بالماسك، حتة الرسم بالماسك يعني عايزة يعني شوية تخيل، شوية انت هترسم ايه. بمعنى على سبيل المثال، يعني لو انا حابب ان انا ارسم رينج، مش دايرة، رينج خاتم مثلا، حاجة حلقة يعني. عشان ارسمها انا محتاج ان ان انا يعني الدايره ما تكونش في النص، لا انا محتاج الدايره مفرغه وبعدين الرنج وبعدين طبعا حواليه مفرغ. طب دي هعملها ازاي؟ روح يا سيدي على لاير وهات نيو سوليد، وليكن السوليد دي خليها زي ما هي برتقاني، وتعالى هات الاليبس تول واضغط في الوسط واسحب سحبه بسيطه وكنترول شيفت عشان ترسم دايره كامله زي دي. بعد كده بقى ايه اللي هيحصل؟ هتروح للماسك ده، الماسك نفسه، واعمل كنترول دي، اعمل دوبليكيت، اعمل دوبليكيت. انا اللي انا عايزه دلوقتي ان انا اعمل ماسك تاني يفرغ لي دي. طيب عشان يفرغها عمره ما هيبقى اد، لا يبقى سبتراكت. واحد يقول لي انت كده عملت حاجه، عملت، بس علشان لو فتحنا الماسكين الاكسبانجن بتاع الاتنين بصفر فانت ما انتش شايف حاجه. لكن لو انا جيت في الماسك اللي فوق او اللي تحت، يعني ايا كان، بس واحد يا بالموجب والتاني بالسالب عشان تبقوا عارفين، وخليت الاكسبانجن بالموجب، بصوا كده اللي بيحصل، شايفين؟ شفتوا اللي حصل ايه؟ عملت الرنج اللي انا عايزه. اقدر طبعا ان انا التاني ازود، انا قلت واحد بالسالب، السالب لجوه بالمنظر ده كده، واقدر ان انا ادي فيذر للشق الداخلي. وغالبا انت اديت فيذر هنا كتير، لا هنا كبيرك قوي على اللي بره 2
بيكسل يعني، بحيث يعني يعني ولا واحد يقول حد قوي ولا ناعم قوي. طيب هل نقدر نعمل حاجة كمان؟ اه نقدر، لو احنا سمينا ده رينج، ايه ده رجن رينج، تعالوا نروح نجيب كمان سوليد، ادي سوليد تانية تمام، ونخليها لونها احمر مثلا بالشكل ده كده، ونسمي دي لوكيتور، لوكيتور من غير ايه. وتعالوا على اللوكيتور ده ونروح مثلا على الريكتانجل، خلي بالكم انا بعمل حاجه زي النشام بتاع بندقية القناص كده، على الريكتانجل ودبل كليك، دبل كليك عشان انزله كده. ليه؟ لاني هضغط كنترول تي، ده انا ضغطت كنترول ار عشان جابت الرولر، نجيبها مش مشكله اهو هتنفعنا. كنترول تي واضغط وقف فوق عند المقبض ده واضغط، وكنترول مع شيفت واسحب عشان نعمل لها سكيل بالشكل كده، شفتوا كده في النص اهي. وبرده نفس القصه دي تخش كده، نزوم بس عشان نشوف ان كانت كبيره زياده عن اللزوم ولا لا، هي فعلا كبيره، عايز حاجه كده مثلا تمام. هنيجي للماسك ده برضو هو هو، كنترول دي وبعدين كنترول تي عشان نعمل له روتيت بقى عشان يبقى علامه زي الصليبه كده، اطلع بس سنه واضغط شيفت عشان تطلع 45 درجه ب 45 درجه، ادي واحد اتنين اصبحت كده علامه زي الزائد تمام. نضغط انتر عشان نثبت الموضوع. طب واحد يقول لي بقى هو ما بيبقاش كده، لا ده بيبقى فيه في النص بيبقى متفرغ وفي دايره صح، اقول لك انت معاك حق، وانت جيت للحاجه اللي انا فعلا ما بعرفش اعملها في الافتر افكت، يعني تقدروا تعتبروها قصور، بس تعالوا نحاول. لو احنا رحنا خدنا الاليبس تول، اليبس تول خلي بالك اللي هي اللي هنعمل بيها دايره، وتعالى في النص هنا، خليك في النص كده واضغط ضغطه واسحب، وكالعاده مع كنترول شيفت اسحبها بس سنه حاجه بالشكل ده كده تمام. طبعا هنا رسم شيب، ليه؟ لان انا غلطت وما عملتش سيلكت على اللاير تاني، حاجه كده مثلا بالشكل ده كده. طب حلو قوي، الماسك الاولاني كان اد، الماسك التاني اد برضو مش عايز حاجه. طب التالت اللي هو الدايره، الدايره انا عايزها تقطلي او تعمل قط للجزء ده، قط يعني سبتراكت، بص بقى كده سبتراكت، ادي كده عملنا الجزء بتاع الهير او اللوكيتور. طيب تعالوا نعمل الدايره بقى، تعالوا نقف جوه تاني ماشي بالشكل ده كده، او ممكن ان احنا نروح على ماسك 3 ده وكنترول دي، وبدل ما هو سبتراكت هيخليه اد بحيث يبقى في النص هنا، وافتحه كده واروح على الاكسبانجن واقلل الاكسبانجن بس شويه بالشكل ده كده. خلي بالكم ان الماسك له اوباسيتي، يعني ممكن ان انا اقلل الاوباسيتي بتاعه الماسك بالشكل ده كده. بصوا بقى حاجه زي الاوباسيتي دي، في بنادق اللي هي السنايبر رايفل او البنادق بتاعه القناصه دي، بتلاقي البتاع النقطه اللي في النص دي عماله تعمل بلينك، عماله تروح وتيجي صح. البلينكينج دي يعني اوباسيتي، يعني اوباسيتي بتطلع من صفر ل 100 وتنزل صفر وتطلع 100 صفر 100 صفر 100، يعني عماله تتكرر. بس في تريك صغير، ان الاوباسيتي دي ما بتطلعش بالتدريج من صفر ل 100، لا ده بلينكينج تمام، مش فيد، بلينك عكس فيد، بلينك تطلع وتمشي بسرعه زي فلاش الكاميرا كده، فيد زي نور العربيه من هادي لعالي ومن عالي لهادي تمام. طيب هنعمل فيها ايه؟ بص حته انك تطلع من اوباسيتي ممكن تعمل كي فريمز، يعني ممكن ان انت تيجي في الاول هنا كده
واخلي الكي فريم دي اديها صفر وامشي بقى انا عايزه تعمل بلينك. تمام. هنقول هنمشي ببيج داون 1 2 3 4 5 فريمات ونعلى ل 100 و 1 2 3 4 5 فريمات وننزل زيرو. تمام. بص كده لو انا عملت بريفيو او ضغطت صفر من لوحة المفاتيح طبعا انت ملحقتش تشوف حاجة. طيب احنا عايزين التلات مفاتيح دول يتكرروا. التلات مفاتيح دول يتكرروا يعني ما يجيش لغاية هنا ويقف. لا واحد يقول لي احنا ممكن نعمل كده نسلكت التلاتة ونعمل كنترول سي ونمشي بقى ايه كنترول في كنترول في نملى دي كلها كي فريمز. اقول لك ماشي ممكن بس في طريقه احسن. ايه هي طريقه؟ باستخدام حاجه اسمها الاكسبريشنز او التعبيرات الاكواد. الافتر افكت بيوفر اكواد كتيره قوي ليه كذا استخدام. منهم اكواد هقول لكم احفظوها بس طبعا هفهمها لكم، وفي اكواد تانية هتيجي بقى مع الممارسه. من ضمن الاكواد اللي هتتحفظ كود اسمه لوب اوت. لوب اوت. لوب اوت بيستخدم لما تحب ان انت تكرر حاجه تمام على مدى الكومبوزيشن، زي الحركه بتاعتنا دي. عشان تكتب اكسبريشن انا عايز اكتب الاكسبريشن على خاصيه الاوباسيتي، يبقى هضغط الت وتخليك ضاغط واضغط على الستوب واتش دي، هيديك مكان تكتب فيه الاكسبريشن. اكتب لوب، خلي بالك اوت، وخلي بالك من الكابيتال والسمول لان دي جافا سكريبت. جافا سكريبت حساسه لحاله الاحرف. الاو كابيتال. افتح قوس وبتكتب تايب بيساوي، افتح علامه تنصيص واكتب كلمه سايكل واقفل علامه تنصيص واقفل القوس. ايه معنى الكود اللي انا كتبته؟ معنى ان انا بقول لوب اوت يعني كرر. كرر حركه، ايه هي الحركه اللي هي الاوباسيتي؟ طبعا ممكن تكتبها على البوزيشن كمان. كرر حركه، نوع الحركه خليها سايكل يعني حركه دوريه. طب انا كده لو عملت زيرو من لوحه المفاتيح شفت بقى اللي حصل؟ خليه يعمل بريفيو. تمام كده يا جماعه. طيب بس خلي بالك من حاجه، انها بتعمل فيدنج مش بتعمل بلينكينج. طب انا عايز تعمل بلينكينج، اقول لك حاجه سهله جدا. حضرتك كبر بس الفريمات دي. شفت الثلاثه كي فريمز دول؟ لو تفتكروا انا قلت ان في نوع من الكي فريمز اسمه ايه؟ هولد كي فريم. هروح للتوجل هولد كي فريمز. بص بقى كده، تمام شفتوا بقت عامله ازاي؟ ما بقتش فيها فيدنج. طيب كده تمام جدا، ادي استخدام او مثال على استخدام الماسك في الرسم. لا ده في كمان، في ان انا ممكن اروح للاير نيو سوليد، تمام، او بلاش سوليد، تعالوا نحط ادجستمنت لاير، لاير نيو ادجستمنت لاير، واحط الادجستمنت تحت اللوكيتور تحت الهير دي. بالعكس انا عايزه كمان تحت الرينج، وهاجي ارسم ماسك على الادجستمنت لاير دي. سلكت الادجستمنت لاير وروح هنا كده، تمام، ونرسم ماسك. بس طبعا الت شيفت بالشكل ده كده نطلعه يعني نخليه جوه اللوكيتور بالشكل ده. بعد كده في افكت اسمه، اكتب ماج، خد ماجنيفاي يعني تكبير. هضغط على ماجنيفاي واحطه على الادجستمنت لاير بالشكل ده كده. خلي بالك ماجنيفاي ده اصلا هيعمل لك تاثير البندقيه بالظبط. الماجنيفاي بيعمل تكبير. التكبير من ماجنيفيكيشن. لو انا عليت الماجنيفيكيشن بالشكل ده كده وعليت السايز بالمنظر ده كده اهو،
تمام، وفي الفيزر عملت فيذرنج بس كده، علي السايز كمان بالشكل ده. اصبح كده لو انا بقى عليت الماجنيفيكيشن اصبح كده اللي جوه دي. لا ده كمان ممكن اعمل ايه، ممكن اروح على الماجنيفيكيشن دي واحط فاست بلر عشان بقى تبقى يعني بالظبط، واشيل وخلي دي مثلا اخليها كام، اخليها كام، اخليها كام، خليها 20. لا اسف، مش هحط الفاست بلر هنا، مش هحط الفاست بلر ده، انا هعمل دوبليكيت للادجستمنت لاير دي واشيل الماجنيفاي اللي عليها واحط عليها الفاست بلر عشان انا عايز البليند مود، فالبليند مود مش موجود هنا. هروح هنا اخليها مثلا 22 وريبيت. ريبيت مش هتفرق معايا في حاجه، مش محتاجها اصلا، فعشان ما تقليش الدنيا واخلي البليند مود اوفرلاي زي ما انت شايف. اصبح كده هنا حاجه وهنا حاجه تانية خالص. طبعا لو انا غيرت الترتيب بتفرق خلاص. ممكن تبقى هارد لايت، ممكن تبقى وخليها اوفرلاي. هنعلي دي شويه، نخليها 30. ممكن ناخدها على صوره الجبل دي مباشره. لا خليها هنا ماشي، حاجه زي كده. ممكن كمان ان احنا نحط فيل افكت، فيل عشان اللون بس، نحط فيل تمام بالشكل ده. والاوباستي بتاعت الفيل هنخليها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، حاجة بالشكل ده كده. ممكن طبعا نغير اللون زي ما انت عايز، حاجة مثلا حاجة بالشكل ده، حاجة كده مثلا. انفرت، لا هيبقى اسود، هيبقى اسود ماشي. ممكن يتعمل ايه تاني؟ ممكن نجيب افكت الجريد. الجريد ده افكت عامل زي الشبكة كده، واحطه على برضو الادجستمنت لاير دي، واخلي البليند مود بتاعه نورمال. وضيق بقى الشبكه دي كده. اضيقها ازاي؟ عندك عشان تضيق المسافات دي، عندك في حاجه اسمها السايز فروم يعني السايز فروم ايه، هتختار الويتس والهايت سلايدر عشان يدي لك اتنين سلايدر تقدر ان انت زي ما انت شايف تكبر تصغر تمام، تعمل اللي انت عايزه. حاجه كده مثلا بالشكل ده، مش حاجه كده. وعندك في هنا حاجه اسمها البوردر او التنعيم بتاع الحواف، البوردر قصدي اسف السمك بتاع الجريد ده. وعندك الفيذر اللي هو تنعيم الحواف بتاعه السمك ده. ممكن نخلي الفيذر، ما تزودش في الفيذر ده قوي لانه هيضيق لك الخطوط قوي ماشي، حاجه بالشكل ده كده. ونضيق الخطوط دي اقل من كده، نخليها المساحات بينها 30 في 30 حاجه كده مثلا. وبقى تعالوا ان احنا نجرب البليند مودز. ممكن نخليه اوفرلاي حاجه زي كده، وممكن نقول له انفرت جريد، لا خليها زي ما هي كده. وعندك بقى اوفرلاي وعندك سكرين وعندك يعني هتجرب البليند مودز لغايه ما اعتقد سوفت لايت تمشي. ولو احنا خلينا الشكل ده طبعا يعني انا ما بعملش يعني هو ما بتعملش بالتفصيل، لكن اهو بندي مثال للشغل بالماسكس. يعني كده احنا اتكلمنا على الماسك بصفه عامه، حاولنا يعني نفصله باكتر من طريقه، واستخدمنا معاه اكتر من افكت. اتمنى يا رب يكون الكلام عن الماسكات كان مفيد. اشوفكم ان شاء الله في الجزء اللي جاي.